هذه محاضرة من سلسلة محاضرات يلقيها الدكتور المهندس عمار الجر عن مزايا اللغة العربية. المتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة محاضراتنا عن مزايا اللغة العربية. سنركز في هذه المحاضرة على إيجاز اللغة العربية في التعريف والتنكير. ستنحدث عن ميزة اللغة العربية في التعريف والتنكير مقارنة مع اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. هذه المحاضرة هي جزء من سلسلة محاضرات تتحدث عن مزايا اللغة العربية. تحدثنا سابقا عن الرشاقة، وهذه محاضرة من عدة محاضرات عن الإيجاز. تحدثنا سابقا عن عدة فقرات من الإيجاز. نتحدث اليوم بشكل خاص عن إبداع اللغة العربية في إيجاز الاسم من خلال التعريف والتنكير. في اللغة الإنجليزية يوجد أداة تعريف وهي the، وتكتب THE، ويوجد لدينا أداتي تنكير an و a. an نستخدمها عندما تكون الكلمة تبدأ بحرف صوت. أما في الفرنسية فيوجد لدينا أربع أدوات تعريف، هي le، la، le، الأبوستروف. le نستخدمها أمام الكلمة المذكرة، la نستخدمها أمام الكلمة المؤنثة، le أمام الجمع، الأبوستروف أمام الكلمة التي تبدأ بحرف صوتي. ولدينا ثلاث أدوات تنكير وهي un، une، des. في الحقيقة إن الأدوات الفرنسية المتعددة غير مفيدة دلاليا. لماذا؟ لأننا نقول لا أمام الكلمة اللو أمام المذكر ولا أمام المؤنث، ولكن في الحقيقة نحن نعرف أن الكلمة مذكر أو مؤنثة، فهذا يصبح دليل إضافي على التذكير أو التأنيث ونحن لسنا بحاجة له. ومع ذلك هذا العمل يتكرر في المؤنث، يتكرر في أداة التعريف وأداة التنكير. تبتكر العربية أقصى درجات الاختصار في الدلالة، فإما أن تكون هناك أداة تعريف ونقول أن الاسم معرف، وإما أن لا يكون هناك أي شيء أمام الاسم، وبالتالي أداة التنكير بطول صفري. ما دام لا يوجد لدينا أداة تعريف فلدينا أداة تنكير. أداة التعريف العربية تتكون من حرفين ألف ولام، وهي تلفظ الألف واللام كحرفين في معظم الحالات، في نصف الحالات، وفي النصف الآخر لا تلفظ إلا حرف واحد، وهي حالة الأحرف، حال عندما يكون شمسي، يعني حالة الحرف الشمسي. عندما أقول الشمس فعليا ألفظ الألف فقط ولا ألفظ اللام، بينما عندما أقول القمر ألفظ الألف ومع اللام. فالكلفة الإجمالية للتعريف والتنكير في حالة الكلفة الإجمالية في حالة التنكير صفرية، في حالة التعريف أقسمها إلى حالتين. الحالة الأولى تكلفني الكتابة ألف ولام، يكلفني اللفظ ألف ولام، وفي الحالة الثانية يكلفني فقط ألف. من الناحية الدلالية يوجد أيضا في اللغة العربية حالة المذكر، حالة المثنى للمذكر والمؤنث، نستخدم أيضا معها نفس الأداة ولا نغير في هذه الأداة. يمكننا أن نرى جدولا بهذه الكلمة. مثلا عندما أقول باللغة العربية الصبي، فعليا كتبت ألف ولام لكن لفظت ألف للتعريف، الصبي. الكلفة الكتابية حرفين، الكلفة اللفظية هي حرف واحد في اللغة العربية. بينما في اللغة الإنجليزية كتبت THE فراغ، فالكلفة الكتابية هي أربعة فراغة، أربعة رموز، والكلفة اللفظية TH تلفظ حرف الذا، الذا مع حرف الذي يليه، معناتها الكلفة هي حرفين. في اللغة الفرنسية نقول لو غارسون، لو غارسون معناها الكلفة الكتابية هي حرفين مع الفراغ ثلاث رموز، والكلفة اللفظية هي حرفين لو. عندما نقول البنت في اللغة العربية فنحن فعليا نكتب حرفين ونلفظ حرفين للتعريف.
اللفظة الكلفة الكتابية في اللغة الفرنسية، في اللغة الإنجليزية نقول the girl، فالكلفة الكتابية 4 حروف والكلفة اللفظية حرفين. في اللغة الفرنسية نقول la fille، la fille معناتها لفظنا ال مع الا مع الفراغ، كتبنا 3 رموز ولكن لفظنا رمزين. يوجد حالات أخرى في اللغة العربية غير موجودة في اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية، عندما نقول الصبيان أو البنتان، هاتان الحالتين غير موجودتين في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. ننتقل إلى الجمع، عندما أقول الصبيان، الصبيان الكلفة الإجمالية في الإضافة للتعريف هي حرفان للكتابة وحرف القراءة، نفس الشيء في كل حالات التعريف في اللغة العربية، دائما المكتوب هو حرفين بينما المقروء إما حرف أو حرفين بحسب اللام إذا كانت شمسية أو إذا كانت قمرية. بينما في اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، في اللغة الإنجليزية في جميع الأحوال الكلفة هي نفسها في حالة التعريف ذا، أما في اللغة الفرنسية فتتغير لأن الأداة تتغير إذا كان المعرف هو مذكر أو مؤنث أو جمع. في حالة الجمع يوجد عندي لي، أكتب 3 حروف وفراغ، عندي 4 رموز مستخدمة واللفظ هو لي، عندي لفظ حرفان. نأتي إلى حالات التنكير. في حالات التنكير اللغة العربية الكلفة الأحرف المكتوبة الإضافية بالنسبة على الكلمة هي 0 والأحرف الملفوظة هي 0، بينما في اللغة الفرنسية أضيف أن، ففعليا كتبت حرفين مع فراغ 3 حروف بينما اللفظ كان حرف وحيد. في الإنجليزية أقول أبوي، معناها كتبت حرف مع فراغ حرفين ولفظت حرف وحيد. نفس الشيء أقول إن في عندي كتبت استخدمت 4 رموز 3 أحرف وفراغ وقرأت حرفين فقط. في الإنجليزية لا يوجد إلا أي، فقول أجر، فنفس الكلفة السابقة حرفين مكتوبين مع حرف ملفوظ. أيضا في اللغة العربية يوجد في التنكير حالة الصبيان وبنت، صبيان وبنتان، هذه حالة منكرة غير موجودة في اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. في حالة الجمع في اللغة الفرنسية جمع النكرة أقول دي غارسون ودي في، في كلا الحالتين يكون عندي 4 حروف مكتوبة، 4 رموز مكتوبة، 3 أحرف وفراغ وحرفان ملفوظان. نفس الشيء بالنسبة للفي، 4 حروف 4 رموز مستهلكة للكتابة وحرفان للفظ. بينما في اللغة الإنجليزية يمكن أن أستغني عن أداة التنكير، أحيانا أقول boys أو girls، لكن أكثر الأحيان أضيف قبلها some، لم أستخدم هذه الكلمة واكتفيت بالحالة الأدنى والتي نستهلك فيها 0 بـ0. بالإجمال هذه حالات التعريف مع حالات التنكير، الاسم إما أن يكون معرف أم يكون منكر. ف حالة التنكير إذا جمعناها مع حالة التعريف وقسمناها على 2 سيكون عدد الحروف المكتوبة في اللغة العربية إجمالا للتعريف والتنكير بشكل وسطي حرف وحيد، وعدد الحروف الملفوظة للتعريف أو التنكير بشكل وسطي سيكون 3/4 الحرف. باللغة الإنجليزية عدد الحروف المكتوبة أو الرموز المكتوبة للتعريف والتنكير بشكل وسطي سيكون 2.5، عدد الحروف الملفوظة هي 1.25. في اللغة الفرنسية عدد الحروف المضافة وسطيا للتعريف أو التنكير، عدد الرموز الوسطية الإجمالية هي 3.5، عدد الحروف الملفوظة وسطيا للتعريف والتنكير هي 1. معناها في الإنجليزية أداة التعريف تكتب بـ3 حروف وفراغ وتلفظ بـ2، بينما أداة التنكير غالبا ما تكتب بحرف أو حرفين وفراغ، وسطيا ترسم بـ3 حروف. النتائج التي تكلمنا عليها قبل قليل، نفس الشيء بالنسبة للفرنسية ونفس الشيء بالنسبة للعربية، هذه النتائج التي استنتجناها في نهاية الجدول.
بالنتيجة تعريف وتنكير الاسم بالعربية يكلف أقل من نصف كلفة كتابته باللغات الأخرى، وزمن اللفظ الوسطي هو 60% من اللغة الإنجليزية وأقل من 40% من اللغة الفرنسية. النتيجة الأخيرة، قامت اللغة العربية بشيء عجيب وهو توظيف الغياب، وهذه ظاهرة سنتحدث عنها لاحقا في أكثر من في أربع محل أماكن في الإيجاز، في محاضرات الإيجاز في المستقبل. دائما اللغة العربية توظف الغياب. الغياب له معنى، إذا كان عندي اسم بدون أداة قبله فهو اسم نكرة، معناها غياب الأداة يعطي معنى، حيث يستفاد من غياب الأداة في حالتنا لإعطاء معنى التنكير. بما أن الأسماء تشكل معظم كلمات اللغة، فالتوفير في طول أداة التعريف وأداة التنكير مهم جدا، لأنه يؤثر على الطول الكلي للنص، للنصوص المستخدمة. فإذا كان الاسم كما لاحظنا في الأمثلة السابقة، مثلا عندما أقول the boy عندي ثلاثة أحرف استخدمتها لأداة التعريف، والكلمة بالأساس هي ثلاثة أحرف فقط، فبالتالي الكلفة هائلة جدا، كلفة الكتابة الإضافية لأداة التعريف كلفة كبيرة جدا. تعريف أو تنكير الاسم في اللغة الإنجليزية والفرنسية يكلف من 10 إلى 50% من زمن قراءة وكتابة الأسماء. هذا الزمن تختصر اللغة العربية إلى النصف تقريبا. بالعودة إلى نظرية المعلومات، نجد بأن الفرنسية والإنجليزية غير مدروسة أيضا بشكل جيد. لماذا؟ لأنها مثلا عندما في المحاضرة الماضية عندما تكلمنا عن اسم الفاعل، اسم الفاعل نضيف له ER ملتصق بالفعل، ففعليا كلفته الكتابية وكلفته اللفظية أقل من أداة التنكير، أقل من أداة التعريف ذا. عندما أقول worker وأقول the work، الكلفة الكتابية في كلمة the work أكبر من كلفة worker، مع العلم بأن كلمة worker ورودة أقل بكثير من the work. إضافة الذا إلى الأسماء احتمالها أكبر بكثير بكثير من احتمال صياغة اسم الفاعل، وبالتالي اللغة الإنجليزية متطورة بشكل فطري وغير مدروسة بشكل رياضي. بينما باللغة العربية وجدنا أن كلفة تحويل العاملة إلى عامل كلفتنا إضافة حرف وحيد، بينما كلفة تعريف أو تنكير العمل بشكل وسطي يكلفني ثلاثة أرباع الحرف، وبالتالي من هذه النقطة الكلمة مدروسة. نعود إلى الصفة السابقة، ما دمنا نحن أكثر الكلمات في اللغة هي عبارة عن أسماء، وما دمنا اختصرنا بشكل كبير زمن كتابة أداة التعريف والتنكير، ففعليا نحن اختصرنا قسم كبير من اللغة. شكرا لإنصاتكم، وستكون إن شاء الله محاضراتنا القادمة ستستمر في موضوع الإيجاز.